سماح ده اللي احنا شايفينه ده جلد حقيقي يعني مش تمثيلي؟ لا. وتتحمليه؟ تحملته. كل ده للتعبير عن انه المرأة يوميا بتجلد بالعنصرية وبتهضها وبتهمشها. بالظبط، هو الموضوع زي ما حضرتك قلته عن العنف بمفهومه الشامل، لانه العنف ممكن نقسمه خطين. في خط متعارف عليه ان هو عنف، واحنا متفقين تماما مجتمعيا ان هو عنف بصرف النظر انه رد فعلنا ناحيته ما بيكونش كما يجب، زي الاغتصاب والتحرش وكده. في عنف تاني بيتقدم في صورة ناعمة جدا ولطيفة تحت اسم سلطة أبوية وتحت اسم التربية والعادات والحاجات دي، اللي هو يندرج تحتها كل أساليب التحكم في المرأة، تحكم في شغلها، في لبسها، في تفكر إزاي، في تتجوز إمتى، يعني نقدر نحط عناوين كتير تحت دي. الحاجات دي بتمارس بشكل بديهي وبشكل تلقائي وكأنها مش موجعة، وكأنه المرأة مخلوقة عشان تبقى كده، أو أنه في ناس بتحس انه هي بتستمتع لما نتحرش بيها، احنا كده بنحسسها بجمالها فهي كده تمام. وفي ناس تحس احنا بنستتها، او كل الكلام اللي ممكن يتقال. هو في الحقيقه هو بيوجع انت جدا. انت شايفه ده كرباج على جسدها؟ بالظبط، هو عشان بيوجع كده عبرتي عنه بالمشاهد دي. بالظبط، فهو كل واحده من دول ده التاثير الحقيقي بتاعها، ان انت كل يوم بتزود على جسمي جلده. ده حتى الاحساس اللي انا كنت بحسه طول عمري، ان انا كل ما بستقبل حاجه من دول انا كان حد بيجلدني. كل ده كويس، بس ان انا يعني اسمعوا كده يا جماعه بالصوت والصوره يعني. الفكرة نفسها في انه يعني انت عشان توصلي الفكرة، بس كمان انت تحملت الضرب ده؟ تحملتيه؟ يعني احنا كنا الى حد ما ممرنين، يعني احنا كنا بنعمل تمرينات، ما وصلناش طبعا للميت جلدة، ما وصلناش للقوة دي في التمرينات. احنا كنا نتمرن بس انه الموضوع ما يبقاش مميت، ما يجيش في حاجات ممكن تموت او كده، او ايقاعنا يبقى عامل بس ازاي. بس ده طبعا ادى الى علامات في الجسد وانهاك بدني شديد. يعني انا فاكره ان احنا قعدنا 3 ايام في البيت مش قادرين نتحرك، انا وفي، لانه واحد من اللي بيجلده كان هو اتجلد بعدي 100 جلده، احنا الاثنين كنا قاعدين. واحد من اللي بيجلده اتجلد بعدك؟ طب ليه؟ ما انت بتقولي انه الرجل ليس مضطهدا يعني هنا جلده. لانه في احنا عملنا ده على يومين. في اليوم الاولاني هو الصوره دي اللي انا كنت بتجلد فيها، كان ان انا بقول بترجم الالم النفسي لعلامات تتشاف، انه لو ليه علامات على الجسم او ليه صوره ممكن نشوفها، نشوفها ازاي، هنشوفها بالمنظر ده. في الجزء الثاني انا كنت بحاول احط الجاني مكان الضحيه، ان لو انت اللي مكاني هتقدر تستحمل نفس اللي احنا بنستحمله منك ولا لا. عايزه توصلي الفكره بالشكل المضاد يعني. او الطبيعي ان احنا بنشوف ست بتضرب، بس ماذا لو احنا بنشوف الراجل هو اللي بيتلقى ده؟ تقبله طيب، بس انت هنا الامك هنا لو نسمعها يا استاذ، الامك هنا بهذا الشكل، دي الام حقيقيه، تعبير عن انه الكرباج حقيقيه. تماما. وفي صوره حضرتك جبتوها من شويه كانت هي العلامات اللي على الجسم نفس العلامات اللي في الصوره دي، يعني اراضي الصوره متصوره من تماريني انا. بس هي الفكره في ان انا هل لكي اقنع الغير بقضيه الجلد الذي تتعرض له المراه، وهو جلد ياخذ اشكالا مختلفه، سواء في اللي انت بتقوليه يعني الوصايه من الاسره، من الاب، حتى فكره القوامه نفسها تنفيذها بشكل خاطئ وبفهم خاطئ، حتى فيما يتعلق بالمفاهيم العنصريه في التعامل مع المراه، انها ما تصلحش هنا وتصلح هنا، كل ده انت قلت عبر عنه بالكرباج على الجسد. بالظبط، لان هو كمان حتى الكرابيج بتختلف، في كرابيج مش عارفه ظاهره ولا لا، بس في كرابيج اعنف شويه وصوتها اقوى وتاثيرها يعني موجع اكتر،
فاحنا كنا بنقول انه ده ان الموضوع مش وجع زي بعضه، الوجع بيزيد، قوته بتزيد، ألمه بيزيد مع تغير الأدوات. طب إذا لجأتي للتمثيل إيه المشكلة إنك تلجأي للتمثيل؟ طب إحنا الصورة دي أنت بتقولي حقيقية؟ بالظبط دي. يعني الآثار الجلد دي حقيقية على الجسم. وطبعا في آثار تانية بس ما ينفعش إنها تظهر، يعني اللي هي كانت جوه بالظبط، اللي هي على بقية الجسد. طب ما هو ده في حد ذاته اضطهاد من نوع اخر، يعني في يعني هنا الناس يعني هتتعاطف معاك، تقول انت عارفه ان فكره الجلد نفسها فكره مخيفه يعني. ما هو يعني بالظبط، هو تعاطف لما شاف الموضوع من بره بالشكل ده، بس هو مش قادر يستوعب انه ممارساته اللي بتحصل كل يوم بشكل تلقائي هي عامله كده بتجلدني. بالظبط، هو مش يعني زي كل حاجه مش متشافه فاحنا بنحس انها مش موجوده، فانا كنت عايزه اقول له لا هي موجوده وده شكلها بالظبط، فده اللي انت بتعمله، مش ان انت بتقولي كلمه وبتمشي او بتديني امر وبتمشي يعني. طيب ما انا بقولك طب ما نمثلها، ولا انت ليه قلتي لا انا هخلي الجلد حقيقيا طبيعيا تمام مش تمثيل؟ اولا ان انا ما بمثلش وما بستخدمش فن بيستخدم التمثيل زي المسرح او السينما او كده، انا بستخدم فن اسمه فن الاداء اللي هو كل حاجه فيه واقعيه تماما، الألم واقعي، الأدوات المستخدمة واقعية، غير المسرح. في المسرح أنا كنت ممكن أستخدم كرباج حقيقي سوري كرباج بلاستيك أو فيك ونمثل إن إحنا بنتوجع، ده ما بيكونلوش تأثيره المطلوب على المشاهد، لأنه ساعتها بيكون المشاهد سلبي تماما، بيراقب الموضوع من غير أي تعاطف معاه، ولو هو تعاطف فهو لحظي، والحدث بيسقط من ذاكرته أول ما بيخرج من قاعة العرض. في فن الأداء الموضوع مختلف، فن الأداء المشاهد بيشوف حاجة بتحصل حقيقية وهو فعلا متعاطف مع الشخصية لانها طيب بتتألم فعلا. انا معاك، بس انت هنا بدأت تقعي يعني. في الاول انا كنت بتهاوى فعلا، فهو هنا قصاده حاجة من الاتنين يعني. الناس اللي حضرت العرض واللي اتكلمنا معاهم بعد كده كان عندهم صراع ما بين رد فعلهم ان هم يتصرفوا من منظور اخلاقي، انه في ناس انا مش مستحمل اللي بيحصل ده انا لازم اقوم اوقفه، وفي ناس تانية تصرفت من منظور فني انه اللي بيتعرض ده ليه وجهة نظر او ليه رسالة لازم توصل للاخر، فلازم الفنان هو المسؤول خلاص عن اللي بيحصل. وبالتالي حاله الصراع دي اللي عند المشاهد اللي هو بقى دلوقتي متورط فعليا ولازم ياخد قرار، ده ما بيكونش موجود في المسرح او في الفنون الممثله، لان هو عارف ان اللي بيحصل ده حدوته واحنا متفقين ان احنا نصدقها مع بعض. طيب محمد، لانك كنت انت اللي بتعمل الجلد ده، وهنا ما حطتش في ذهنك انه انت بتزود قسوه الجلد، ولا ممكن تقول لا لما اخفف شويه ايدي يعني اخف ايدي شويه، ولا انت شايف انه كل ما تزود قسوه الجلد ده بيوصل الرساله اكبر؟ هو فعليا في البروفات او يعني في الحاجات لما كنا بنحاول نتدرب، انا طبيعي انا اصلا ممثل، فكان كنت ببقى بطلع انفعالات مش حقيقيه، فكانت سماح بتقول لا هو ده هيبقى بيرفورمانس ارت، فانت مفروض ان ده هيكون طالع منك حقيقي، زائد ان انت مفروض هتجلد جلد حقيقي، يعني هتجلد جلد حقيقي مش جلده تبان حقيقيه، انا كنت بجلد جلد يبان حقيقي، فهي وصلتني ان انا بقيت اجلد بالشكل ده عشان اوصل المعنى جلد حقيقي يعني. هو انا مؤمن بالفكره فهو فالجلده لا انا كنت فعلا بجلد زياده، يعني بجلد بقوه اكتر وبزود القوه عشان 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 ده فعلا اللي بيحصل مع المراه، هو اللي بيحصل او يعني هو بالعكس الكرباج وجعه اقل بكتير من الوجع اللي مكمل الكرباج. قالت قعد 3 ايام، لو قعد 3 ايام هو خلص بعد 3 ايام، الالم النفسي لا بيقعد ما بيروحش الا بعد سنين لو راح يعني. طيب ما 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 بتشعرش انت شويه يعني انت يعني مثلا لو جيت قلت لي انت العب هذا الدور، يعني هنا حتى شادي بركات بعت رساله من المشاهدين بيقول من بورسعيد ده مرض من النوع السادي، ده مش فن. هو مش سادي، لان انا في الحقيقه انا عكس الدور اللي انا شادي نفهم وجهه نظره اتفضل العكس الدور اللي انا لعبته تماما، انا مش حد سادي، بالعكس انا بكره كل انواع العنف وضد كل انواع العنف.
بس انا فعلا كان الموضوع متعب ليا نفسيا، متعب نفسيا ان انا اروح سواء بروفات سواء العرض نفسه، لانه صعب انك تكون بتجلد بني ادم، صعب جدا. يعني انا اسهل لي ان انا كنت اجلد من ان انا اجلد، اسهل بكتير ان انت، لان احنا اوريدي احنا في المجتمع ده متعودين على الالم، لكن انك توجه الم ده صعب جدا. طيب مش في المجتمع، في الحقيقه عامه يعني. سماح معايا بعض الناس ممكن يقولوا ما خلاص سماحت جلدت هي تجل، لكن هل ده وصل الفكره؟ هل ده سيوقف جلد المراه؟ ستظل تجلد بالمفاهيم العنصريه والمجتمعيه المختلفه يعني، لكن كمان كان في قسوه جلد عليكي يعني، فانت بتقولي مش مشكله طالما الفكره هتوصل، حاسه انها وصلت بالفعل؟ يعني انا ما اقدرش اقول النتيجه عامله ازاي، انا اللي عليا ان انا اعرض القضيه واقول للاخر الذكر او الجاني ان هو ده تاثيرك الحقيقي في حياه الانثى او الاخر، فهل انت موافق انك يكون ده تاثيرك؟ يعني انا دوري ان الاخر يطرح تساؤلات وهو اللي يوجد اجاباتها، او دور العمل بتاعي ان انا اطرح تساؤلات بس، والمشاهد هو اللي لازم يحل اجاباتها وهو اللي يوجد لنفسه القيمه دي، لكن ما اقدرش اقف في الاخر اقول محاضره اقول يا جماعه ده اللي احنا هو شايف الموضوع مؤلم ازاي، فهل انت موافق ان يبقى ده استمرار تاثيرك في حياه الاخر ولا لا؟ اعتقد ان لو حد راجع نفسه وحط نفسه مكان الراجل، انا عشان كده كنت يعني جبت الراجل هو اللي اتجلد في المره الثانيه، عندنا مشاهد الجلد انت بنشوف كده، لو عندكم مشاهد تانية لجلد سماح في مشاهد كرابيج مختلفه انت بتقولي يعني استخدمته، فعشان كده جبنا الراجل هو اللي اتجلد في المره الثانيه، لان انا عايزه اقول له لو انت ده يعني انت مش هتستحمل الالم ده، فازاي راضي لغيرك؟ ازاي راضي ان انت تعمل ده في الست اللي معاك؟ فالمفروض ان ده يبقى ليه نتيجه ما يعني. طيب سماح انا بشكرك، وطبعا ممكن يكون البعض يتفق معاكي بالفعل على ان المراه تجلد يوميا بالعنصريه، بالمفاهيم المجتمعيه السائده، احيانا بالفتاوى الدينيه التي لا علاقه لها حتى بالاسلام، احيانا ببعض التفسيرات الخاطئه لمفاهيم زي مفهوم القوامه، يعني البعض بيفسروا حتى بما يغتال المرأة. وصلت ده بالجلد الحقيقي، انت هنا انا بيفكوني في الاخر، بيفكوكي وهنا يعني في عملية. انا عايزة بس ارد على موضوع السادية ده لان هو توجه لنا كتير، بس السادية هي ما اقدرش اعترف هي مرض ولا لا، ما اقدرش اصنفها في كده، هو مش دوري اصنفها كمرض يعني، بس السادية بتمارس بمنهجيه بغرض المتعه، بيبقى ليها شروط وليها اتفاقات، ده في شروط مش متوفره في العرض ده، لان ده ما بيمارس بمنهجيه، احنا مش ده نمط حياتنا، بالعكس احنا اغلبنا ناس يعني في منظمات ليها علاقه بالسلام والتسامح والحاجات دي، ومش بغرض المتعه خالص، لان احنا كنا بنتالم، وبعد العرض اول ما الهدف ده يخلص احنا ما نقدرش نستقبل ضربة واحدة بعد كده، فبالعكس ده مش سادي، ده نوع. طب من الرسالة يا جماعة، يعني أطلب منكم رسالة اللي قال يعني مطلوب أو أنزل تحت أعمل اتصال أنا؟ اتفضل. كنت بقول إنه هو النوع ده من الفن هو هيختار طريقة عرضه حسب فكرته وحسب خبرات الفنان، يعني ده ما هو ده مختلف عن المسرح في كده ان الفنان تقدر تقول له لا انت كنت ممكن تلاقي طريقه تانية، لا ده تقيل شويه عن المسرح، لكن البرفورمانس لا ما تقدرش تفصله عن خبره الفنان وعن مشاعره وعن تجاربه وعن، فانا دي مشاعري ودي تجاربي ليه ازيفها؟ طب ما انا بوريك اللي انا بحس بيه زي ما هو، ده اللي انا حاسه. بس 100 جلده هو 100 ليه هتبتدي تتحول القضيه الى انه التعاطف مع سماح اللي هي بتجلد. اوكي، ما انا عايزه، لكن هل هو تعاطف مع المراه لانها تجلد هتبقى ما هو انا هنا المراه، مش يعني انا مش حد تاني غير المراه بالظبط. انا هنا سماح اللي هي مراه في الاخر، يعني انا دي مش تجربتي الشخصيه، دي مشاعر بتماس مع مشاعر ستات. طيب. كتير جدا يعني. طيب استاذ شادي، بس عشان هو اللي بعت لنا رساله على حكايه الساديه دي من بورسعيد. استاذ شادي اهلا بيك. استاذ شادي سامعني؟ طيب محمد انا بشكرك الف شكر. شكرا ليك. وسماح الف شكر، لعل الفكره تصل. نعم اتفق معاكي في انه المراه تجلد يوميا بمفاهيم مختلفه، عبرتي عن ده بجلد
حقيقي فيكي ما فيكي طبعا من آلام ومن ضربات على الجسد بسبب الكرباج اللي احنا شفناه ده، اللي يعني انما الهدف طالما هدفك بتقولي ده فن الأداء لتوصيل هدف معين. بعد الفاصل هنكمل معاكم قضية